قصد مقاتلين من عناصر صديقة. تم التقاط بث العدو. المدنيون في خطر. تم رصد جهاز متنقل. التعرف على نقطة سيطرة معادية. تم رصد الإمدادات. هناك امدادات بالجوار.
أمن مقر الأبناء المخلصين وأغلق أجهزة البث. لقد تعبت من سماع الترهات على الراديو. عندما يخلو المكان استعد صندوق التقنية. لابد من وجود ألواح تحكم موصولة بالصواريخ. أغلقهم أيها العميل. من قبل أن تراقب هذه الجهة. مركز اتصالات خارج الخدمة. مركز اتصالات خارج الخدمة. أقرأ انعدام الإرسال واسع النطاق. الآن أعثر على صندوق التقنية.
تم رصد اسعد جنين. صندوق SHD. تعال إلى القاعدة لنحول العتاد الجديد إلى شيء مفيد.
أخذت ماء صالح للشرب. مرحبا، هذا مربي نحل يدعى جيف. إنه رجل عجوز طيب، العالم تخرب من حوله ولم يتغير هو. كان من المفترض أن أقابله هذا الصباح لأشتري منه عسلا، لكنه لم يظهر. يخبرني حدسي أن هناك خطبا ما. إنه يعيش في الميدان القريب من بنك اليابان. إذا مررت بالقرب من هناك، رجاء هل لا تلقي نظرة عليه؟ هذا الحصاد يبدو جيدا، وأخيرا زرعنا غذاءنا بأنفسنا. ستأخذكم الأحلام بعيدا إن لم يكن لديكم مكان لتحقيقها، ولهذا أنا فخور بفتح الورشة. منذ أسبوع استولى المنبوذون على معسكر كونستيتيوشن، وكانوا يستخدمون الراديو، والمكان ممتلئ بالأدوات الآلية أيضا. ليس جيدا. المنبوذون شكرا أيها العميل، كانت الإمدادات لدينا على وشك النفاذ. جماعات البحث لكي لا يواجهوا المنبوذين. إذا بدأت الهجوم، سأحاول إقناع هنري بأن يرسل تعزيزات. أعاني من نقص في الإمدادات. تم رصد موقع تحرسه عناصر معادية. مرحبا، أنا جوشوا سامرز، أنا طبيب، ويحتاجون خدماتي في البيت الأبيض. مؤكد سأراك لاحقا.
الشيخ فارقا كبيرا. كانت تلك نصيحة. ظننت أننا انتهينا هنا. تبا لهذا. لدينا مشروع جاهز لاستكماله بالحرم. ستحتاج لأكواد فتح الخزنة واستعادة العنصر الذي سرقوه من الطائرة الرئاسية. حسناً، تقول الهاربة إن الشخص الموجود في مكتب المدير التنفيذي سيكون بحوزته مفتاح تشفير الخزانة.
التفوق علينا. أحبك الم... هذا هو مفتاح التشفير الذي نبحث عنه. تم اعتراض رسائل الأعداء. إنهم ديفيجن يريد من نروج العودة إلى المقرات الرئيسية. Thank you.
الخزنة أمامك. أيها العميل، لديك مهمة جديدة. عثر على مكان الرئيس وأحضره إلى هنا. قم بمزامنة آيسك مع نظام البنك الأمني. مركز للبيانات بالقرب من الخزنة. بدأت أسئلة البحث. انتهاء أسئلة البحث. حدد موقع الهدف. إنه الرئيس آن. لدي مروحية جاهزة كي أخرجها. لكم إجراء فتح قفل الخزانة. هذا لا يتغير. أتعرف كيف نخرج؟ جارٍ البحث عن طريق للخروج. لا توجد طريقة. ساعة سيئة جدا. حسنا، دعني أرى. إن استطعت أن تحفر الجدار الغربي فهناك نفق للصيانة قريب منك. إنها مسافة طويلة، لكن ليس لدينا نفق غيره. لموقع الرئيس.
جار تحديد الطريق الأسرع. تبا لقد نجح الأمر. شكرا عايزك. سماعة ليستقبل الاتصالات. إنه أنا، أحتاج طائرة مقاتلة إلى موقعي. علم سيدي الرئيس، لدينا طائرة في الجو بالفعل. لا أرى وسيلة للوصول لموقعك من خلال سطح المبنى. فجر سطح المبنى اللعين. حسنا، خذني إلى الفناء. نراك، يمكنك
حق المجيء. هيا هيا انطلق. تم اعتراض رسائل الأعداء. إن هذا محض هراء. اقتل هؤلاء الأوغاد وتخلص منهم، أريدهم موتى. روتش، لم نحصل على مؤن يعتادنا إن وصلت هذه الأخبار إلى أعضاء المجلس، لأننا فقدنا الرئيس. سنقضي عليهم يا ميهم، سيكون مصيرهم الموت. المؤشرات الحيوية حرجة. ديفيجن، أتطلع للعمل معك عند عودتك إلى القاعدة. يا له من نصر عظيم لنا، سررت بعودتك أيها الرئيس. مرحبا، الرئيس إليس يود التحدث معك، يريد أن يشكرك على إنقاذه. اذهب للتحدث معه. يا عميل، مستعدون لتنمية مهاراتك هنا في القاعدة.
المدنيون في خطر. تم رصد بث العدو. ها نحن هنا. كنت أريد أن أشكرك شخصيا، لولا مساعدتك لكنت لازلت تحت رحمة هؤلاء الضباع الأوغاد. نحن جميعا مدينون بالامتنان لديفيجن والتضحيات التي قدمتها لكي تصمد بلادنا. أنت منجز الأعمال كما قالها روزفلت. مسؤوليتي أن أقوم بتوجيه تلك الأعمال نحو نفع أكبر. كما اشتبهت العميلة كيلسو، أرسلت عينات من الأدوية المضادة للفيروسات إلى العاصمة ضمن إجراءات الاستمرارية الحكومية. دعني أوضح، نريد طريقة لمكافحة العدوى الفيروسية، الشلل، الأنفلونزا، حمى الضنك، نزلة البرد، السم الأخضر. لا نريد لقاحا بل علاجا. أنا أعرف مكان الطرد، ولكن للوصول إليه سأحتاج حقيبتي التي كانت على متن الطائرة الرئاسية. الحقيبة مع الأبناء المخلصين في مبنى العاصمة. إذن استرجعيها، لا أهتم كيف تفعلين، فلتنهي الأمر. لإعادة هذا البلد إلى المسار الصحيح فلنكن مستعدين لفعل أشياء لن تكون محببة. لست هنا لاجتذاب الناخبين، أنا هنا لتولي الأمور، وأتوقع منكم الأمر ذاته. بالطبع،